مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات أنفاس سبور. حلقة اليوم غادي نخصوها الحديث على التحكيم، ولتسليط الضوء على الموضوع أكثر يحضر معنا في الاستوديو الحكم السابق والمتخصص في الإعداد الديني عزيز بوحميدة. سي عزيز مرحبا بك معنا. السلام عليكم. شكرا للأستاذة نهاد على الاستضافة، الشرف لي وفخور بالتواجد معكم من خلال هذا المنبر الإعلامي المحترم أنفاس سبور. حتى احنا لينا الشرف انك حضرتي معنا، وشكرا لك على تلبيه الدعوه سي عزيز. شكرا استاذ. سي عزيز، كيف شفتي اليوم غادي نتكلموا على التحكيم، ويعني هذا الموسم هذا لاحظتي ان الاحتجاجات على التحكيم بدات مبكرا، حنا في الجوله الثالثه عفوا، وبدا الاحتجاج. في نظرك باش ممكن تفسير هذا الامر هذا؟ شكرا مره اخرى استاذ نهاد. الاحتجاج على التحكيم ملاحظه وبلا اشاره فقط، وراه كان وكاين وغادي يبقى. صح. باش نتحدثوا على مشكل او البوليميك ديال التحكيم المغربي حاليا مقارنه مع البطوله الوطنيه او لا الموسم الكروي، تنظن انه هذا شيء سابق لاوانه. لماذا؟ لانه كما جاء في التقديم ديالكم انه حنايا الان يلا في بدايه الموسم الكروي بصفه عامه، يلا مرات على البطوله مثلا ثلاثه دورات، فاش باش نديروا واحد التقييم او نتحدثوا على بوليميك او على مشكل تحكيمي، تنظن انه هذا سابق لاوانه. هذا واحد. جوج، كاين تجديد وكاين هيكله وكاين اسماء جديده في تسيير ميدان التحكيم، يلا تولوا المسؤوليه، دونك تيخاصهم الفرصه ولما لا من بعد المحاسبه او لا التقييم. ولكن كراي متواضع فيما يخص التحكيم المغربي بصفه عامه، لانه كما تعلموا انه التحكيم جزء لا يتجزا بل جزء وعنصر مهم داخل كرة القدم بصفه عامه، كما قلت راي متواضع انه التحكيم المغربي لا يساير ولا يوازي التقدم والتطور اللي حاصل في كرة القدم الوطنية. كرة القدم الوطنية تعرف واحد التطور وواحد التقدم كبير على مجموعة من الأصعدة، مثلا وهذا الشيء واضح في مجموعة من الفئات، مثلا على صعيد النتائج أيضا هناك تقدم وتطور كبير من خلال تأهيل المنشآت والبنيات التحتية الرياضية بصفة خاصة، وأيضا بنيات تحتية الوطنية بصفة عامة التي تساير كرة القدم بصفة خاصة. أيضا كاين هناك تأهيل وتكوين الأطر التقنية، سواء تعلق الأمر بمدربين، مدربين حراس، محللي تقنيات الفيديو، معدي البدنيين، ايضا هناك تكوين وتاهيل الاطر على المستوى الاداري. يعني كاين واحد مجموعه من الاوراش مفتوحه واللي فيها تطور ايضا، وهذا غفلتو. كاين ايضا تاهيل وتكوين اللاعبين من خلال مجموعه من الاكاديميات وعلى راسهم اكاديميه محمد السادس كما قلت، ايضا امثله اخرى. بالمقابل كاين عدم توازي وعدم تطور التحكيم، لا من ناحيه الكونتيتي ولا من ناحيه لاكاليتي. يعني ولكن الحكام كيخضعوا للدورات التكوينيه. اكيد كيخضعوا للدورات التكوينيه، نعم، قبل بدايه اي موسم كيكونوا لتسليط الضوء على مستجدات كره القدم الوطنيه. كاين جوج مواعيد قاره وثابته من زمان، من العهد ديالي، انه دائما تكون تجمع في بداية الموسم أو لا قبل الموسم الرياضي، وتكون عند نهاية الشطر الأول من البطولة. هادو جوج مواعيد قارة بالإضافة لتجمعات أخرى كلما استدعت الضرورة ذلك، ولكن هذا شيء غير كافي ولا بد من أمور أخرى ربما نطرق لها في قادم الحلقة إن شاء الله. سي عزيز، في الكلام ديالك قلتي أن هناك تغيير وقع في التركيبة البشرية ديال الحكام، أشنو رأيك؟ وهنا كنقصد التشبيب، أشنو رأيك في التشبيب؟ أكيد أنه تشبيب أو لا تشبيب بين قوسين، لأنه التشبيب معنى وكلمة لها ولها ما تحمل من المعنى. أقول فقط كاين جديد وكاين أسماء جديدة، ما بغيتش وتنتحفظ على كلمات أسماء شابة، لأنه بواحد بالعين المجردة أو من خلال التتبع البسيط من بين الأسماء الجديدة أو اللي تقترحات ربما أصغر حكم السن ديالو في حدود 30 سنة أو 29 سنة، وهذا ليس بحكم شاب. لما إلا بغينا نتحدثوا على تشبيب، فتيخاص اللي يقود البطولة يكون لما لا في 23 24 سنة يكون عندنا حكام تيقودوا البطولة. ولكن كاين جديد، وهذا شيء يحسب
الأجهزة الجديدة، سواء تعلق الأمر بالمديرية الوطنية برئاسة الأخ والحكم السابق رضوان جيد، أو لا من خلال اللجنة المركزية بقيادة الأستاذ بوشعيب حرش. دونك كاين أسماء جديدة وليست بشابة. أستاذي، إذا بغيت نسولك على الإضافة اللي كيتقدمها تحليل ديال الحالات التحكيمية اللي كتقوم به الأجهزة المختصة في التحكيم، شنو الإضافة اللي قدمتها المشهد الكروي؟ أكيد أنه تحليل الحالات، وهذا أيضا يحسب الأجهزة أو للأسماء الجديدة اللي تتسير حاليا الشأن التحكيمي، أنه كاين خرجات وكاين توضيح الحالات، وهذا ما يمكن له إلا يعطي قيمة مضافة التحكيم ويوضح بعض الغموض او الغموض اللي يكون في بعض الحالات التحكيميه. وهنا لابد من فتح واحد القوس، وتنشكركم وتنحييكم الاستاذ نهاد ومن خلالكم المربر ديالكم المحترم انفاس سبور على التطرق للتحكيم بصفه عامه. فلا بد من الاعلام حتى هو يلعب الدور ديالو في التنوير وفي ايصال المعلومه للمتفرج او للمواطن المغربي بصفه عامه. علاش؟ لانه بعض الحالات المتتبع الرياضي ربما تظن انه كاين خطا تحكيمي، هو فقط ما بغيش نستعمل كلمات جهل، ولكن كاين عدم معرفه قانون اللعبه. كيف تنعرفوا ان كره القدم رياضه شعبيه، والكل يعتقد انه متخصص وتفهم سواء في التدريب او في الخطط وايضا في التحكيم. فعلا هذا الامر كاين. دونك مع ديك الخرجات الاعلاميه والتحليل لقطات ديال الفيديو ديال المديريه، ممكن اللي يعطي قيمه مضافه للتحكيم المغربي، وكتكون هي الفيصل. اكيد 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 الفيصل. ورغم انه في بعض الاحيان تكون توضيح، ولكن تبقى الاختلاف، لانه المديريه تبقاو حكام سابقين، تبقاو اكيد عندهم الخبره وعندهم التجربه وعندهم الاهليه، ولكن تبقى في الاخير اناس، وتبقى رايهم يحترم، وهذا ما تمنعش من الاختلاف. سي عزيز، نتكلموا شويه على العنصر النسوي. مرحبا. بالنسبه لينا حنايا العنصر النسوي اللي كيكون في المباريات ديال البطوله ديال الاحترافيه ديال القسم الاول كاين الحكمه بشرى كربوبي، واش ماشي ممكن ان احنا مستقبلا نشوفوا اسماء اخرى من غير بشرى؟ لما لا كيف تنعرفوا دابا، وتحيه الاستاذ نهاد، المراه المغربيه ولجات جميع الميادين، منها ميدان الصحافه، تقديم وتنشيط بامتياز البرامج، وانتم خير نموذج. ولجات جميع الميادين بما فيها الميدان الرياضي، وبطبيعه الحال لما نتحدث على الميدان الرياضي اكيد تنتحدثوا على مجال التحكيم. فقط كاين هناك شروط لابد من الخضوع لها من اجل تسيير او اداره المقابلات الرياضيه او مقابلات كره القدم بصفه خاصه في مستوى النخبه او البطوله الاحترافيه واحد وجوج، واهمها هي اللياقه البدنيه، وتخص الحكمه تخضع الاختبار البدني، وهذا هو ربما لوبستاكل او الحاجز، تخصها تخضع لو تيست فيزيك واستسمح، خاص تختار تخضع الاختبار البدني اللي تخضعوا ليه الحكام بين قوسين الرجال. دونك الا كان عندها اكيد عندها مقومات المعرفيه والتجربه والخبره، ولكن خاصها تخضع لو تيست فيزيك، ربما هنا فين تكون العائق او الاوبستاكل. بطبيعه الحال الاخت والحكم المتميزه كربوبي بشرى عفوا تتخضع لهذه الاختبارات، لا على الصعيد الوطني لا على الصعيد الدولي، ولهذا تنشوفوها متالقه وتتدبر وتتسير المقابلات الوطنيه وايضا المقابلات الدوليه. فعلا هي وجه مشرف للتحكيم المغربي بصفه عامه والتحكيم النسوي بصفه خاصه. كل التوفيق لها، ونشوفوا ان شاء الله من نقدم اسماء اخرى. لماذا ان شاء الله. سي عزيز، انت كتحضر معنا اليوم والتخصص ديالك هو الاعداد الذهني، وما يمكنش ما نسولكش على اهميه الاعداد الذهني للحكام، الحكام بصفه خاصه والرياضيين بصفه عامه. شكرا على السؤال. بطبيعة الحال الإعداد الذهني أو النفسي والذهني بصفة عامة، كيف تنعرفوا أنه الرياضي أو الرياضة بصفة عامة تدخل فيها مجموعة من لي كومبوزونت أو مجموعة من لي باغامتر. يعني هنا ربما نتحدثوا على عوامل أو أسباب النجاح الرياضي بما فيها كرة القدم، بما فيها داخل كرة القدم تحكيم، لانه الحكم هو رياضي. دونك تيخاص واحد مجموعه من لي باغامتر
الجانب البدني، الجانب التقني، الجانب التكتيكي، الجانب الصحي، الجانب الأسري، مجموعة من الأمور تدخل من أجل إعطاء قرارات صحيحة وحكم ناجح. من بين هذه المعايير هناك دور الجانب والإعداد الذهني. للأسف كاين واحد التناقض من الناحية النظرية، واي واحد متبع او لا مهتم او لا مسير للشان الرياضي بما فيه التحكيم او كره القدم غادي ياكد على اهميه الاستعداد الذهني، غادي ياكد على اهميه ولوج المتخصصين في هذا الميدان كره القدم او التحكيم بصفه خاصه، ولكن الواقع ولا براتيك شيء اخر، وهذا هو المشكل. الجانب الذهني، ونعطي مثال، مثلا الحالات ربما التي اثارت الجدل مؤخرا، او لا الحاله التحكيميه او لا القرارات التحكيميه التي اثارت الجدل مؤخرا، كانت الى لحظنا في اواخر المقابلات فعلا. واش تنظنوا او لا تظني انه ذاك الحكم اكس ما عرفش القانون؟ اكيد ما تنظنش. جميع الحكام بمختلف الدرجات ديالهم عندهم درايه ومعرفه جيده للقانون، ربما تقدر يوقع الخطا في الفهم او لا التطبيق السليم للمواد او القوانين اللعبه، ولكن كاين المعرفه. في نهايه كما قلت باش نرجع ليكزومبل، في نهايه المقابله كانوا قرارات، باش ما نكونوش عدميين غادي نقول، كانت ربما قرارات مجانبه للصواب او لا على الاقل فيها نقاش، فتمايا ربما اتخاذ واحد التشخيص، وربما اللي نقدروا نوجدوا من بين الاسباب انه العامل الذهني، مثلا انخفاض التركيز او مستوى التركيز عند الحكم او الحكام، وهذا تدخل في الاستعداد الذهني. وهنا لابد من مجموعه من الامور تدخل الميدان التحكيم او لا تكون لانتغراسيون ديالها في مجال التحكيم، من بينها واساسا الجانب النفسي الذهني. فمثلا في الجانب الذهني، وهذا الشيء وما تنتحدثش على المسيرين وعلى الناس المسؤولة عن التحكيم الحالي، ولكن السنوات أو الأشهر القليلة الماضية فمثلا عشت بعض التجارب أنه كيف يعقل، وهذا دائما راني ما بعدتش وما خرجتش من الموضوع اللي هو الاستعداد النفسي والذهني، أنه كيف يعقل أنه حاكم يتلقى تعيين لإدارة مقابلة مهمة باش ما نسميش الفرق، كيف يعقل انه الحاكم يتلقى تعيين مقابله مهمه ومصيريه لافي، يعني نهار قبل يتلقى الحاكم الخبر انه غدا او لا لوندوما عنده مقابله مهمه ومصيريه؟ فين هو هنايا هذا الاستعداد الذهني؟ ما شفناش واش الحاكم ربما ذاك النهار عنده العمل، انه مجموعه من الحكام لما قلناش كاملين، راه مجموعه منهم تعملوا، وكاين اللي في جهاز الامن، كاين اللي ربما في القطاع الخاص، كاين اللي في التعليم. فكيف في لافي غدا عنده مقابله؟ ربما ذاك الحكام تكون عنده اون سيونس دونترينمون اللي كانت انتونس، وانت نطلب منه غدا مقابله ويساير ويتبع الحالات ويكون قريب من الحالات التحكيميه. وايضا هذا الشيء هذا غادي ياثر على الجانب الذهني. دونك تيخاص على الاقل مثال، تيخاص على الاقل تكون واحد الفترة محترمة اللي توصل بها الحكم في التعيين ديالو في المدة وفي الطريقة باش يكون استعداد ديني. دونك هنا لازم في تكوين الرياضي بصفة عامة، في تكوين الحكام بصفة عامة، لابد من إقحام هاد الفولي، هاد لا روبريك، هاد الميدان ديال الجانب الإعداد النفسي والذهني. وكان لي الشرف معية كوتش آخر الأستاذ نور الدين أغوري، درنا واحد البحث جامعي متواضع حول محاولة إقحام لزوتي إلي تكنيك ديال الكوتشينغ والديفلوبمون بيرسونيل في الفورماسيون ديال لي جون سبورتيف إكزامبل لي فوتبالور. سي أدي شكرا لك. شكرا لك أستاذة نهاد، ومرة أخرى كان لي الشرف التواجد معكم، وحد موفق إن شاء الله. ولينا الشرف حتى حنايا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية الحلقة، إلى اللقاء.